هذا وسطر المتطوعون الذين هبوا للتطوع بوقتهم وجهدهم وخبرتهم قصصا بطولية في الصفوف الأمامية لمكافحة الفيروس. الزميل يحيى العمري زار مركز الحد للحجر الصحي وعد تقريرا يسلط الضوء على القصة الملهمة للدكتور علي البقارة. البحرين فخرنا، لازم نحميها وديرتنا الحلوة بأرواحنا نفديها مع فريق البحرين لمكافحة كورونا، لنجعلها صفر شعارنا، صفر كورونا. أنا كل يوم وأنا جاي إلى العمل دائما أكتب كلمة أو رسالة صغيرة للدكتورة مريم الجلامة، لأن هي اللي دلتني على طريق الخير. اتصلت وقالت نحتاج لك، فجيت رأسا. فمثلا هل تدرين يا البحرين كم أنا والهان أحب ترابك يا وطني، وأنا دائما مستعد لندائك لخدمتك وأهل ديرتنا الطيبين، منطلق لخدمة تراب الوطن. لو تقولي يبا شنو الدافع اللي يخليك اليوم من أنت ما شاء الله يعني عقب هالفترة وعقب هالسنين من تيجي وتكون متواجد اليوم بين المتطوعين في الصفوف الأولى؟ أنا طبعا لي الشرف الكبير بأن أكون في صفوف المتطوعين اللي يعطون بلدهم الكثير، وأنا مدين لديرتي الحلوة الجميلة الجزر الحالمة بيوم أجمل أن أعطيها بعد أكثر وأكثر، وطبعا للناس الطيبين اللي يعيشون على هالجزر الحلوة والناس المقيمين اللي قاعدين يبنون الأرضية أو البنية التحتية عادة يساعدوننا في بناء ديرتنا. فأنا طبعا اللي يخليني أجي وكل يوم سعيد أنه أجي لأنه أحب هالديرة وأحب أن أعطي، وواجبي كدكتور أنه يوقف في هالمواقف الصعبة اللي احنا نشعر. احنا طبعا انا اشعر بانه انا من الهاي ريسك اللي ممكن هاي، بس اجي واشعر بسعادة وهذا يعطيني قوة ويعطيني حتى مناعة انه ما يصيدني الفيروس. ايش رايك في الاخوان المتطوعين المتواجدين؟ شوف هذي لين ينحطون على الجرح ويبرد، ليش؟ لانه جايين من قلبهم يعطون بلدهم، وتحس الحماس في عينهم في نشاطهم في سهرهم وعطاهم ما لا يتوقع في أي مهنة. في طبعا إذا تلاحظ أن أطباء قاعدين يوزعون أكل، يوزعون صابون، يهتمون بالنظافة، يهتمون بتوزيع المؤن على المقيمين في المحجر، بالتالي تحس أنه أنت كل كأسرة واحدة والكل تعاون والكل تساعد بحيث أنه نصل إلى وقت أنه كورونا صفر بقيادة سمو ولي العهد الشيخ سلمان الله يطول لي عمره. وإحنا نفتخر لأنه أبناء البحرين، لأنه أبناء هاي الأرض الطيبة الحلوة والناس الحلوين الطيبين مثلكم وشرواكم. يعطيك الصحة والعافية. أنا يوم إجازة كانت عندي، فطبعاً رسالة أخرى أعتذر يا وطن الحبيب لحبي لك، شعرت بذنب كبير أرجو السماح، فالظروف هي التي جعلتني أن أتخلف عنك اليوم والأيام قادمة سوف أعود كل ما استطعت لك مني وردة محبة وعشق.